معي اتصال من الاخت ام عبد العزيز من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي الدكتور خالد يسمعك. فضيله الشيخ، بسالك عن حكم شراء شعر مجدد لباع في الاسواق يضعه الناس في شعرهن، هل يدخل هذا ضمن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصله؟ طيب، ليست عن الشعر، ذكر شراء من السوق الآن. الشعر إذا كان شعرا حقيقيا أو شعرا يشبه الشعر الحقيقي فلا يجوز وضعه على الرأس لأنه نوع وصل، وقد جاءت الأحاديث بلعن الواصلة. لكن إذا كان شيئا مميزا، بمعنى من رآه لا يقول إن هذا شعر، إنما يعرف إن هذا صوف أو هذا شيء ملحق بالرأس وليس شعرا، فعند ذلك لا بأس به. أما إذا كان يشتبه وقد يظن أنه شعر فلا يجوز من أي شيء كان، سواء كان من شعر، سواء كان من أقمشة، أو من أي أمر آخر، لحديث التي وردت في لعن الواصلة والمستوصلة، وهي حديث الصحيحين من حديث عائشة وأسماء وغيرهما.